اوكي مفروض كي مثل ما بنعرف هو حلو عربي، ونحن حبينا نلعب على هذا الكلام، خصوصا انه قبل عاملين مسرحيه اسمها زنود الست، وبتحكي عن زند الاساس بالبيت، عن مره قاعده بالبيت، هلا هالمره عن ست البيت، فهالمره عم نحكي عن مره المطلقه، فمن زنود الست لمفروكه لانه انفركت وفركتها. خلص خلص اعطيني هيدي زنود الست. ما في غير مفروكه. اللعب على الحلو كمان فيه نوع من الساركازم، لانه حلو انه بتفكري انه شيء كثير لذيذ وفيري سويت وهيك، هو بيطلع يعني المسرحيه مثل ما قالت كانوا عم بيقولوا انه كوميدي، بس بذات الوقت فيها شيء مر، عم نحكي عن قصص مهمه، هي يعني بذات الوقت بتسلي بس فيها مساج قوي. ما بحب اجلي اكوي. الولاد حضانه مشتركه، يعني منشوف شو الانسب لالهم ومنقرر سوا. لا كيف لا؟ مفروكه هي مسرحيه كوميديه، واخترنا اسلوب الكوميدي لانه بالنسبه لنا الكوميدي فيها توصل مساج بطريقه كثير مباشره، يعني فيها كثير تدقر العالم بلا ما تخفف من جديه الموضوع. بعدي نجار منه هون عم بتفتش عليه؟ ولك انا صار لي 20 سنه عم فتش عليه. انا معي شهادتي، انا حطيتها تحت فستان العرس، يعني دغري بقبه بشيلها. مثل كل مره يعني مثل كل انسان فيه كل هودا البارتس، فنحن بنفرجيهم بهذه الطريقه، وبنفرجي كيف اوقات بيصير في مشاكل بين، يعني كيف الواحد هو بيكون في مشاكل بين حاله، واوقات بالعكس بحن على حاله وهيك. اقلعني عن زمته، عم اقول معروف احكيني عربي لان ما عم بفهم عليك. مفروكة هي قصة كل امرأة وقفت الأعراف وأيضا القوانين سدا أمام عدالة قضيتها، سواء المتعلقة بالطلاق وما يتفرع عنه من حق في الحضانة، أو ما يرتبط بنظرة المجتمع إليها وإطلاق إداناته المسبقة بحقها. لصباح العربية، رينا دويهي، بيروت.